بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد. يعني نسأل الله تعالى أن يكون فصل موفق وميسر. يعني خلينا بالأول نمر على توصيف مساق الذكاء الصناعي هيك بشكل مختصر على محتويات المساق. طبعا بس بالأول يعني حابة أحكي أن تطبيقات الذكاء الصناعي سميت تطبيقات لأنه الذكاء الصناعي لوحده هو ليس يعني علم منفرد. الذكاء الصناعي عبارة عن مفاهيم وأساسيات خوارزميات يتم تطبيقها على مختلف العلوم الموجودة، يعني العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، الطبية، التكنولوجية، جميع أنواع المجالات ممكن نطبق عليها الذكاء الصناعي، بالتالي بطلع التطبيق ذكي. تمام؟ هاي الفكرة من الذكاء الصناعي، يعني ما فيش حاجة اسمها تخصص ذكاء صناعي او تخصصي في او المشروع هذا عبارة عن مشروع ذكاء صناعي، لا هو مشروع ذكي. ليش؟ لانه استخدم واحدة من خوارزميات او من مفاهيم الذكاء الصناعي. هذه ملاحظة مهمة كان لازم اوضحها في بداية المساق، لانه حتلاحظوا انه خلال دراستنا حنركز على اساسيات الذكاء الصناعي، يعني حنمر على اكثر من موضوع ان شاء الله، حناخد فيه اكثر من مثال. المواضيع هناخدها عبارة عن خوارزميات يمكن تطبيقها بعد ذلك على أي تطبيق، ممكن نطبقها في مشروع تخرج، ممكن نطبقها في أي مشاريع عملية بعد ذلك. طيب إيش المحتويات الأساسية، المواضيع الأساسية اللي احنا هنمر عليها إن شاء الله خلال مساقنا؟ هنمر في الأول على اللي هي الايجنت اند الايجنت هود. الايجنت هي عبارة عن المعاملات الذكية، او خلينا نقول العامل الذكي. الايجنت هو عباره عن عامل او وركر. ايش هو العامل وايش انواعه وايش البيئه المحيطه فيه، كيف احنا ممكن نستقبل منها وكيف نطبقه. بعد هيك حنفوت على موضوع السيرش، البحث. هو موضوع هام جدا من مواضيع الذكاء الصناعي، يعني كيف نبحث عن شيء معين بذكاء. تمام؟ السيرش في له انواع كثيره، له خوارزميات عديده. هاي الخوارزميات كلها ان شاء الله احنا الموضوع الثالث هو موضوع الجيمز. طبعا برضو الجيمز هو انت عارفين انه اي العاب الكترونيه بتكون مبرمجه، لانه لما انت تلعب مقابل جهاز اكيد الجهاز هذا حيكون مبرمج بناء على خوارزميه معينه. هاي الخوارزميه لازم تكون طبعا ذكيه عشان تقدر تعمل الاكشن المناسب للتفكير البشري المقابل لإلها. المشين ليرنينج برضو من يعني اكيد سمعتوا فيه من اهم المجالات الموجوده في الذكاء الصناعي، هو تعلم الاله. كيف احنا نركز على تعلم الاله؟ ايش هي المجالات الموجوده؟ ايش انواع الخوارزميات والتصنيفات الموجوده في تعلم الاله؟ في عندنا كمان ديسيجن تريز، شجره القرارات، برضو من أنواع تعلم الآلة ولكن عن طريق شجرة لاتخاذ القرارات. عندنا كمان ريجريشن. كل هذه الخوارزميات، طيب في خوارزميات كثيرة ممكن يعني يجي سؤال على بالنا، طيب أنا أستخدم أي خوارزمية من هذول؟ طبعا يا جماعة الخوارزميات هذه كل نوع من هذه الخوارزميات يعني مخصوصة تطبيقات معينة، يعني حسب تطبيق تبعك أنت إيش شايف أنسب خوارزمية نطبقها على هذا التطبيق، لك حرية الاختيار، لأنه كل خوارزمية أكيد لها أسلوب معين ولها طريقة معينة في تنفيذ الخطوات تبعتها، وبالتالي هذا بيعتمد اعتماد كلي على التطبيق تبعك والمدخلات اللي حواليه والظروف المحيطة فيه كمان. كل هذه الأمور طبعا لازم نكون دارسينها بشكل كويس عشان فعلا يطلع التطبيق صح ويطلع تطبيق ذكي ويعطيني أفضل النتائج. مجال هام جدا برضه حنمر عليه اللي هو النيورال نتوركس، الشبكات العصبية. يعني هو حقيقة هذا المجال يعني ممكن نعتبره علم لحاله، لأنه له كتب مخصوصة فعلا اسمها نيورال نتوركس، من كتر ما هي مجال متشعب جدا وله خوارزميات شغالين عليها لحد اليوم، كل يوم بيطوروا خوارزميات. فالشبكات العصبية يعني تحاول أن تحاكي الشبكة العصبية في دماغ البشر، عشان سميناها او سموها شبكات عصبيه. وله طبعا خوارزميات عديده تندرج تحت مفهوم الشبكات العصبيه.
يعني حنحاول ننهي ان شاء الله بالتوبيك الاخير اللي هو عباره عن النولج ريبريزنتيشن اند ريزنينج، يعني الاستنتاج المنطقي والمعرفي. بمعنى انه انا لو اجاني مدخلات معينه او اسئله طلبت من يوزر انه يجاوب عليها في تطبيق معين سواء كان موبايل او ويب او ديسكتوب ابلكيشن، بناء على الاجابات هاي ومدخلات هذه كيف انا ممكن اعمل استنتاج لمعرفه تفيدني وتفيد اليوزر بحيث التطبيق فعلا يوجهه لافضل نتيجه ممكنه. طبعا افضل نتيجه احنا يعني قاصدين فيها تكون سريعه ودقيقه وتعطيني اللي هو النتيجه اللي احنا طالبينها. تمام. بالنسبه طبعا للتقييم يا جماعه، يعني ما تدقوش كثير على التقييم الموجود هنا، احنا مش عارفين بكره والاسبوع الجاي ايش بيصير، ممكن يعني يرجع الكليه يكون الدوام اعتيادي، الله اعلم. الان طبعا بالنسبه سواء كان التقييم او الدراسه عن بعد او دراسه نظاميه او وجاهيه، طبعا فهو حيكون امتحان نصفي وامتحان نهائي عليه 30 وعليه 40، الكتروني او مش الكتروني هذا الكلام حنسيبه للزمن يعني ان شاء الله. بالنسبه للتقييمات الثانيه اللي هي المشاريع، المشاريع حيكون في على الاقل عندنا مشروع واحد او اثنين، تمام. باقي العلامات يعني حنحاول نوزعها على، اكيد حيكون في عندنا assignments، حيكون في عندنا تقييمات وانشطه تسلموها عبر المودل. المشروع او المشروعين حيكونوا تطبيق مباشر لخوارزميات اللي احنا حكون درسناها خلال الفصل ان شاء الله. الجانب العملي، الجانب العملي حيكون كودينج، برمجه على اي لغه انتم بتحبوها، ما عنديش مشكله، يعني اللي حاب يبرمج بلغه الجافا فيش مشكله، السي شارب فيش مشكله، البايثون فيش مشكله، كل اللغات عندنا متاحه، ولكن في النهايه احنا بدنا تطبيق يكون يعني مطبق في احدى خوارزميات الذكاء الصناعي. احنا مهمتنا خلال الفصل انه نعرض البسيدو كود، نحاول نعمل له كودينج خلال المحاضرات العمليه، يعني نعمل له كودينج بلغه معينه ونشوف النتيجة، وفي النهاية طبعا لازم نطلع بمشروع هيك لو كان مشروع مصغر كتطبيق على جيم، على مثلا تطبيق ويب سايت، موبايل ابليكيشن، اللي بدكم اياه، اي تطبيق احنا راضيين فيه بحيث انه يكون عبارة عن تطبيق مباشر على زي ما حكيت خوارزميات الذكاء الصناعي. هاي التفاصيل ان شاء الله يعني بقدرش الان انا احكي لكم اياها كلها لانه يعني حترسم ملامحها تطورات الفصل وكيف تفاعلكم معايا خلال الفصل وايش المفاهيم اللي وصلت لنا وايش المواضيع اللي غطيناها، بالتالي بعدها بنقدر نحدد ايش المشاريع بالضبط اللي احنا حنطلبها. هذا كان بس هيك يعني عرض سريع للتوصيف تبع المساق. اذا في اي سؤال فيش عندي مشكله بنستقبل الاسئله ان شاء الله سواء على مجموعه الواتساب او على المودل. خلينا نبدا هيك سريعا في الانترودكشن الشابتر الأول. طبعاً المادة العلمية تم تحميل البارت الأول وعبارة عن تقريباً 6 شباتر، ما يعني ما تنخضوش من عدد الشباتر الموجود. في النهاية إحنا مش كل الكونتنتس في الشباتر حنغطيها حسب إيش المطلوب منا. بالنسبة للإنترودكشن طبعاً الكتاب اللي تم اعتماده كتكست بوك خلال المادة هذه هو عبارة عن Artificial Intelligence A Modern Approach، كتاب يعني ممتاز جدا له الآن يعني احنا معتمدين الآن الـ 4th Edition مش الـ 3rd، لكن هذا السادة طبعا من السنة الماضية. الـ 4th Edition نزل في 2020، يعني الآن النسخة الحالية اللي احنا حنعتمدها إن شاء الله للكتاب هذا هي نسخة 2020. النسخة هي تقريبا يعني فيش اختلاف كبير جدا بينها وبين النسخة اللي قبلها، تخيل من 2010 2020 فيش كتير تطوير. ليش؟ لسبب بسيط، ان احنا بنحكي عن مفاهيم واساسيات الذكاء الصناعي. ما دام احنا بنحكي مفاهيم واساسيات اذا لازم ندرس الاساسيات اللي فيش تطوير كبير عليها. التطوير واللي بيصير على الخوارزميات في الذكاء الصناعي هي تطويرات يعني لها علاقه بالتطبيقات وليس بالخوارزميات نفسها. ممكن طبعا اكيد طبعا احنا نطور في خوارزميه معينه ولكن مش في أساسيات ومفاهيم الخوارزمية. تمام. بالنسبة لأول حق طبعا هذه كلها عبارة عن يعني سلايدات خاصة بالمحاضرة اللي احنا أخذنا من عنده السلايدز هذه، فاحنا حنفوت على طول على الـ Definition of AI اللي هو تعريف الذكاء الصناعي.
أول حاجة بعرف لنا الانتليجنس، الذكاء هو عبارة عن القابلية أو الإمكانية للتعلم وحل المشاكل. يعني بشكل عام سواء كان الذكاء البشري أو الذكاء الآلي، وين ما في إمكانية للتعلم وحل المشاكل إذا إحنا نتمتع بالذكاء. طيب Artificial Intelligence صناعي، ليش سميناه صناعي؟ لأنه هذا الذكاء صادر من الماشينز أو من السوفت وير، لذلك سميناه Artificial أو ذكاء صناعي. طبعا له تعريفات كتير الـ AI، من ضمنها The Science and Engineering of Making Intelligent Machines، يعني العلم الذي والهندسة طبعا التي المعنية بتصميم الـ Intelligent Machines، الآلات الذكية. كمان تعريف ممكن نمر عليه The Study and Design of Intelligent Agents، وحكينا إنه الـ Agents اللي هي العمال ممكن نسميهم أو المعاملات الذكية، اللي هي عبارة عن software كامل وظيفته إنه يستقبل من البيئة المحيطة الـ Inputs، وبعد هيك يبدأ يحاول يعمل action، يعني ياخذ قرار إنه يعمل action معين. هذا الـ action الهدف منه إنه يعمل maximizing للchances of success. شو يعني maximizing؟ يعني يحاول يحصل على أفضل فرص نجاح. maximize إن أوصل للماكسيمم، يعني باختصار أفضل أداء أو أفضل performance. طيب what is AI؟ هنا بس بحكي لنا المؤلف إنه الذكاء الصناعي من وجهة نظره هو طبعا تم تقسيمه إلى أربع مدارس أساسية: thinking humanly و thinking rationally، acting humanly و acting rationally. طبعا humanly اللي هو البشري، rationally اللي هو المنطقي، تفكير منطقي. واحنا عارفين المنطقي يعني معناته انه هيك احنا اسقطناه بشكل مباشر على الآلة. اذا احنا هنا يعني حكينا بالاول لازم ندرس بمدرسة thinking humanly، يعني لازم نفوت في العقل البشري ونشوف هو كيف بيفكر، بحيث انه انا لما اجي اعمل thinking rationally تفكير منطقي واسقطها على الآلة اكون قريب جدا من التفكير البشري، اللي هو طبعا خلينا نقول نمبر 1، رقم واحد في التعقيد وفي درجة الذكاء. اكيد التفكير البشري لحد الآن ولا آلة قدرت توصل لهذا المستوى. احنا ما بنحكي على السرعة يا جماعة، اذا يعني في النهاية احنا بنحكي عن الدقة، بنحكي عن النتائج المرتبطة مش بس بالتفكير العقلاني، بالتفكير كمان العاطفي. يعني مشكلة الآلة لحد الآن إنه إحنا مش قادرين يعني يدخلوا بشكل كبير موضوع اللي هو العواطف في الموضوع، يعني تلعب دور كبير العواطف، بمعنى إنه أنا الآن قاعد متضايق أو قاعد عندي اكتئاب، قاعد زعلان، قاعد مبسوط، مفروض إنه التطبيق اللي أمامي أو الآلة اللي أمامي تتفاعل معي، يعني لما الألوان تغيرها بناء على السلوكيات أو على المود تبعي. تمام؟ هاي طبعا بيحاولوا قدر الامكان، في منافسات كبيره جدا في تطبيقات بحيث انها توظف هذه الامكانيات، ولكن طبعا لا شيء يفوق قدره ولا تفكير البشر. طيب التفكير العقلاني اللي هو كيف احنا ممكن نسقط الكلام هذا على الاله، acting human اللي هو acting اللي هو التنفيذ البشري، يعني انا ايش هعمل action بناء على التفكير اللي فكرته، ايش الخطوه اللي انا هعملها. الاكتنج ريشنالي بنفس الطريقه، انه انا كيف كآلة ابدا اعمل اكشنز بناء على التفكير اللي انا فكرته، طبعا بناء على المدخلات اللي وصلتني وبناء على امور كتيره تانية. تمام. طبعا الارتفيشال انتليجنس هنا بيحكي لنا انه طبعا بنقدر نطبقه على مجالات كتير، زي ما حكيت في بدايه التسجيل: الكمبيوتر ساينس، الماث، الفلسفي، لينغويستكس، فيسيولوجي، سيكولوجي، والايكونومكس. كل المجالات المختلفة، طبعا مجالات تانية كتيرة كتيرة بنطبق عليها الارتفيشال انتليجنس. الذكاء الصناعي ينطبق يا جماعة ببساطة على كل شيء ممكن اطبق عليه الذكاء الصناعي. طيب ايش في عندي ابلكيشنز، تطبيقات خاصة بالذكاء الصناعي؟ طبعا عندي تطبيقات كتيرة جدا، يعني هو حاول يقسمها إلى أقسام: Smart Search Algorithms، أي مجال إحنا شايفين فيه Search فهو طبعاً على طول هذا هو القسم الأول، ممكن أطبق عليه خوارزميات معينة زي الجيمز. الجيمز يا جماعة هي نوع من أنواع السيرش. كيف يعني Search؟ كيف أنا ببحث في الجيمز؟ الجيمز يعني أنا الآن
يعني بلعب خلينا نقول شطرنج مقابل أي شخص آخر، وإحنا بنفكر بنكون قاعدين بنبحث عن أفضل مكان أو أفضل حجر أنا أحركه، تمام؟ إيه طبعا في تخطيط استراتيجي وفي أمور كتيرة تانية، ولكن في النهاية هي جيم. الجيم إذن هي نوع من أنواع السيرش، وهذا حنشوفه إن شاء الله خلال دراستنا في الفصل. راوت فايندنج اللي هو إيجاد أفضل طريق أو أفضل باث أو أفضل مسار. يعني أنا الآن أنتم عارفين كلكم في جي بي إس وفي أجهزة أو آلات لتحديد أفضل مسار. أنا طالع الآن بالسيارة بدي أروح على المكان الفلاني، بدي أفضل طريق الآن أنا أسلكه. طبعا أفضل طريق مش معناته فقط يكون أقصر طريق، ممكن يكون أسلك طريق، يعني ما يكونش في زحمة حاليا، ما يكونش في حوادث حاليا، ما يكونش في خطر في أعمال على الطريق. فطبعا هذه كلها عبارة عن algorithms خاصة بالـ AI. طبعا في تطبيقات تانية كتير خاصة بالسيرش. عندي النوع القسم الثاني اللي هو الـ natural language processing، يعني تطبيقات خاصة بال خلينا نقول معالجة اللغات الطبيعية. واحنا عارفين انه التطبيقات الخاصة باللغات يمكن لليوم ولبكرة في يعني صعوبة في الموضوع، اللي هو مثلا تحويل الكلام المنطوق إلى كلام مكتوب، أو اللي هو موجود حاليا فعليا في الجوالات طبعا السمارت ديفايسز، بس لكن مش بشكل خلينا نقول يعني 100% مظبوط، لا بتلاقي فيه شوية أخطاء ممكن تصير. طيب مش هيك بس، في كمان ممكن أحول الفويس مسجز لتكست مسجز. هذا الكلام كله يا جماعة بيخدم الناس اللي هو مثلا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمور هذه. في كتير تطبيقات وكتير مشاريع لها علاقة بهذا الموضوع. طبعا في عندي كتير تطبيقات خاصة باللغات، السبيلينج تشيكر، السمرايزيشن اللي هو ايش بسموها السمري، الاختصار او الخلاصه، يعني انا اعطيك تكست كامل واعطيني منه السمري، اعطيني الخلاصه، تمام؟ عن طريق تطبيق. طبعا لو انا اعطيته لانسان بشري، وانتم عارفين انه الان كثير في فريلانسرز بيشتغلوا هذا الموضوع اللي هو السمرايزيشن، يعني انا كيف اخذ بيبر، كيف اقراها، يمكن اخذتوها في البحث العلمي الكلام هذا، كيف اقراها وكيف اعملها السمري. الكلام هذا مجهد نوعا ما بالنسبة للبشر، لكن طبعا أكيد حيطلع بنتيجة ممتازة. طيب هل لو عملت تطبيق انتليجنت يعمل لي الكلام هذا، هل حيطلع بنفس النتيجة؟ هذا الكلام اللي طبعا حسب التطبيق اللي أنت تعمله. القسم الثالث وليس الأخير طبعا اللي هو النوليدج بيز أبليكيشنز، تطبيقات مبنية على المعرفة، زي ما حكينا عن نوليدج بيز، إنه أنا مثلا يعني زي ما حكينا يكون عندي أسئلة معينة وإلها أجوبة، هذه الأجوبة أنا من خلالها أبني معرفة، المعرفة هذه اللي هي أطلع فيها بحقائق، هذه الحقائق هي اللي تعطيني أكشن معين، تمام؟ يعني معلش الطويل كتير شوية، يعني يمكن حكيت مصطلحات كتير أنا الآن، حتبين معنا خلال إن شاء الله دراستنا، اللي هو أنا كيف مثلا أفوت على Expert System، يكون عندي نظام ذكي، نظام خبير. هذا النظام الخبير من خلال مدخلات معينة أنا أعطيه مدخلات وأعطيه متغيرات يروح يأخذ عني قرار، تمام؟ وتسمعت يمكن بنظم دعم القرارات، سمعت بنظم خبيرة، سمعت يمكن بنظم يعني لها علاقة ب خلينا نقول السياسة، علوم إنسانية، علوم إدارية. كتير في تطبيقات خاصة بهاي وبتسهل على حتى المدراء وحتى الناس اللي في مناصب معينة إنهم يأخذوا قرارات، يعني خلينا نقول أدق شوية، يمكن أنا تغيب عني حقيقة معينة، تغيب عني معرفة معينة، فهو هنا لو أنا عملت تطبيق بياخذ كل هذه المعارف وهذه الحقائق يمكن يطلع معايا قرار أدق من لو أخذته أنا بنفسي، تمام؟ في كمان عن الماشين ليرنينج، زي ما حكينا هذا عبارة عن يعني مجال واسع جدا، كيف نعمل تعلم للآلة زي الفيس ريكوجنيشن، تعرف على الوجه، بصمة الوجه، بصمة اليد اللي هي بصمة مثلا، حتى تحويل خلينا نقول الكلام المنطوق، يعني تطبيق يقرأ الشفاه زي ما بقوله، الكلام المنطوق لو أنا مش سامعه عن طريق كاميرا معينة، عندي فيديو ريكوردينج أنا مش عارف أشوف هما شو بيتكلموا، ممكن عن طريق تطبيق ذكي أحاول أحول الكلام أو أقرأ اللي هي حركة الشفاه زي ما بقوله
إلى كلام منطوق أو كلام مكتوب. هذا الكلام كله طبعا زي ما قلنا ماشين ليرنينج. طبعا هل هذه كل المجالات الخاصة بالذكاء الصناعي؟ أكيد لا، في عنا مجالات كثيرة تانية، ولكن هو حاول في الكتاب هنا يقسمها إلى 4 مجالات رئيسية، بحيث أن احنا خلال الفصل ندرس هذه الـ4 مجالات بإذن الله وخوارزميات عليها. أعطينا شوية أسئلة ديسكشن عن الماشين ليرنينج أو الـ AI بشكل عام، يعني مش هنخوض في الكلام هذا، اللي هو يعني لازم تكونوا قدامي عشان أسألكم الأسئلة هذه. هل عندكم خبرة؟ حدا عنده خبرة في الـ AI applications؟ هل أنتوا يعني عندكم تعريف تاني يمكن للـ AI؟ هل سمعتوا تطبيقات معينة للـ AI إلى آخره؟ فيعني احنا هنمشي عنها. هيك بكون خلصنا الشابتر الأولاني. الشابتر الجاي إن شاء الله شابتر 2 حيكون مهم جدا، عبارة عن هنبدأ بال إيش هو الإيجنت، الانتليجنت إيجنت، إيش أنواعه، إيش أنواع البيئة المحيطة بالإيجنت. هنحاول نفهم شوية يعني ليش إحنا سميناه إيجنت أول حاجة، وكيف نعمل تطبيق كامل من خلال هذا الانتليجنت إيجنت. يعطيكم العافية، وبانتظار أي استفسارات بإذن الله.